واحد من الأصوات، احنا لسه كنا بنتكلم عن الفنانة الجميلة آمال ماهر. شوفوا بقى، افتكروا كمان النجم الكبير محمد منير لما عمل حفلته بفترة قصيرة كان رد فعل الناس عامل ازاي. عشان كده بقول لكم احنا عندنا كام اسم كده الغاليين، والغاليين بتوعنا دول اخبارهم بالنسبة لنا اخبار مهمة وليها الأولوية، انتاجهم الفني مهم جدا بالنسبة لنا. عشان كده في حديث عن أزمة، يعني حاجة جميلة أغنية ليلي وأزمة حقيقية في هذه الأغنية. أزمة ابتدت من الكلام عن اللحن والكلام عن الكلمات. النهاردة حصلت أزمة، أعتقد أنها تصعيد بسبب محاولات كثيرة جدا لريبورتس أو تقارير أنه يوتيوب قفل أغنية ليلي للنجم محمد منير بعد ما حصل خلاف على حقوق الملكية الفكرية. الخلاف بدأ من عند المطرب محمود المنسي، ومن امبارح للنهارده احنا في حاله جدل كبيره جدا على اغنيه الفنان الكبير محمد منير واللي كتبها ولحنها الفنان اكرم حسني. الجميل انه اكرم حسني لم يختفي ولم يتوقف ابدا عن انه يتكلم عن انه ملكيته الفكريه للكلمات وفكره انه اللحن واحد من الحان الفولكلور، لكن ده لم يهدئ فكره انه محمود المنسي بيقول انه او بيدعي ان هو صاحب هذا اللحن. القصه من الاخر بتقول لنا كده انه لا، الاغنيه دي اصلا لحنها مقتبس من الفولكلور، وحضراتكم عارفين اغاني الفولكلور هي ملك للجميع. لو فضلت تتتبع الاغنيه كده من اولها ما تعرفش مين اول واحد قالها. المفترض انه اغنيه ليلي من لحن اغنيه او لحنها مقتبس من اغاني السيره الهلاليه واللي اسمها يونس خطر في السوق. فولكلور شعبي صعيدي، فالخلاف ده هيرث على ايه؟ احنا محتاجين نعرف على طول من الناقد الفني الاستاذ امجد جمال. خلينا نعرف تفاصيل الخلاف اولا، ممكن يوصل لإيه؟ حقيقة فكرة إن أغنية ليلي مقتبسة من التراث ولا لأ؟ وإيه الأغنية التراثية اللي ممكن نبقى بنتنازع عليها؟ مساء الخير على حضرتك أستاذ أمجد. أستاذة ديدا، مساء الخير على حضرتك يا فندم. أول سؤال كلنا عايزين نسأله، الخناقة دي بجد ولا أصلاً الأغنيتين مقتبسين وكان يجدر الإشارة لأنهم مقتبسين من فولكلور شعبي؟ طبعا يعني سواء من المتخصصين او بالسمع، وواضح ان اللحنين دول اللي هيسمع الفولكلور اللي هيسمع يونس خطر في السوق اللي هي الفولكلور اللحن الاصلي هيدرك بسهوله تامه ان اللحنين فولكلور، وان الاثنين هم في رايي ارتكبوا غلطه بان الكريدت في الاغنيتين مكتوب الحان فلان والحان فلان، الحان اكرم حسني والحان سيد طه. سيد طه ولا محمود المنسي؟ محمود المنسي المطرب والملحن اسمه سيد طه. سيد طه، اوكي. هما الاثنين هيرتكبوا خطا ان هما ما ذكروش الفولكلور، يعني هو طبعا الفولكلور زي ما حضرتك قلتي هو ملك الجميع. ملك الجميع ده لا يعني ان انا انسبه لنفسي. طبعا. ملك الجميع ان انا اديه، مثلا ان انا لو في حقوق مثلا ماديه انا معفي منها لان بالضروره الفولكلور متوارث. مفيش ورثه، مفيش حاجه، فده اللي انا معفى من هذا. لكن انا ان انا انسب لحن لنفسي وهو مش بتاعي اصلا، دي اشكاليه عند الطرفين. بس احنا عندنا هنا ان في طرف، الطرف الاول اللي هو الاستاذ محمود المنسي اللي هو المطرب اللي نزل الاغنيه بتاعته سنه 2017، هو استغل يعني استغل للاسف يعني يعني انا شايف ان اللي عمله ده شيء غير اخلاقي بالمره. هو استغل ان هو اغنيته نزلت الاول على اليوتيوب، فبالتالي ادعى انها ان دي ملكيته بالظبط. يعني دي بقى الاجابه على السؤال الثاني اللي عايز اسال حضرتك عنه، يعني ازمه اليوتيوب دي ازمه مفتعله، لانه اذا رجعنا بقى للاصل بالظبط فاحنا الاثنين مش اصحاب الاغنيه دي ولا اصحاب اللحن عشان ندعيه، مظبوط؟ هو اعتمد ان اليوتيوب يعني هو ذكاء اصطناعي. في النهايه انا قدامي المصدر اللحن ده بالظبط، عندي تاريخه قبل ده، فانا خلاص انا هلغي اي تاريخ بعده. لكن هل اليوتيوب مثلا عنده ذاكره التراث والفولكلور الموسيقي بتاعتنا؟ لا. طبعا ما عندوش، فهو هو لعب على النقطه دي للاسف. وانا حتى سمعت له مداخلات هاتفيه وتصريحات صحفيه، حتى مش بيقول ان مش بيدعي مثلا ان اكرم حسني خد التعديل بتاع لحنه على الفولكلور، لا هو بيقول انا هو اكرم انا سبقته، فانا من حقي ان انا اقفل له اغنيته.
يعني بيتكلم بمنطق منطق نفسه، ده منطق ان احنا شد لي الشنطه فانا بقطع له الكتاب بالظبط. ده منطق اللي صحي الاول بيعلن مسؤوليته عن اللحن. ده طبعا شيء غير اخلاقي. طبعا لو قلنا، لو اعتبرنا يعني ان ممكن الملحن يحط اسمه على لحن من الفولكلور، فده على الاقل بيتطلب زي بليغ حمدي مثلا في حزب وداد، يعني بيتطلب انت تحط اضافه مقنعه للحن، اضافه واضحه. وحضرتك فنيا مش شايف ده؟ يعني انا بعتذر، انا ما سمعتش الاغنيه الاصليه يونس خطر في السوق، فحضرتك فنيا شايف انه فعلا اللحن متاخد كاملا من الفولكلور من الاغنيه الاصليه، ولا محطوط عليه اضافات؟ في حاله اكرم او اغنيه الكينج منير، يعني هو اللحن متاخد 100%. 100% بمعنى ايه برضو؟ يعني هو برضو في تعديل بسيط حصل، بس التعديل ده مش بيحسب ان هو اضافه. ليه؟ لان هو بيسموه حاجه اسمها سيكونس، سيكونس او ميلوديك سيكونس، ان انا باخد الجمله اللحنيه يونس خطر في السوق او لا 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 لا، دي الجمله اللحنيه الاصليه. هو عمل سيكونس، يعني ايه؟ خدها كررها مره، دي اول مره بيكررها، ثالث مره جه كررها عمل لها يعني على البيتش بتاعها بس، او عمل لها نغمه درجه. هو مثلا لو هو كان على السول مثلا، فعلي بقى على الله. يعني ده يعني ده حاجه علميه. يعني هو ما غيرش لحن، ما اضافش جمله لحنيه حقيقيه جديده، لكن هو خلاها بدل ما هي لا 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 خلاها لا 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 فعالية. لكن نفس التركيبه اللحنيه نفسها. يعني اشهر مثال على السيكونس عشان المشاهد لو بيسمعنا ابسطها، يعني بيتهوفن في السيمفونيه الخامسه بتاعته لما بيدخلها ب تا 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 تا، الجمله مشهوره جدا. تا 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 الاولانيه دي هي تا 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 الثانيه بالظبط على فكره. يعني هي بالظبط، لكن هو نزل تون، نزل درجه، عمل سيكونس نزل تحت. فده ما يعتبرش ان هو انها مش نفس الجمله اللحنيه، لا هي نفس الجمله اللحنيه. ده اللي عمله اكرم في اغنيته اللي هي على 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 بياتي السول، يعني مام بياتي من درجه السول. دي حاجه اعتقد. الاغنيه الثانيه بقى هي بياتي على الله، يعني مش مهم الدرجه يعني، بس هو نفس اللحن. لكن المزوره الثالثه، هي مش مزوره، هي الجزء الثالث من الاغنيه، هم حوالي 16 مزور او 14 بار. الجمله الثالثه عند محمود المنسي جمله مختلفه تماما عن الجمله اللي راح لها منير. يعني هي جمله فعلا جديده على الاغنيه. وبيروح للجمله الرابعه، لجمله بيقول 90 مليون دكتور كده، اللي هي بتفكرني اصلا بجمله في اغنيه شهيره اسمها اما براوه، اما بتقول طيب انا مبسوطه بصراحه، مستمتعه بالتحليل الفني، بس عايزه اسال حضرتك، لانه الازمه دي، لان هي ازمه جايه مع الكبير، يعني مع الغالي بتاعنا برضه، واكرم حسني فنان محبوب وعنده رصيد من ثقه الناس اللي تخلينا نقول لا 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 اكرم حسني ما عملش كده. يعني ده مش يودينا للفكره بتاعت ايثكس اصلا بقى، واخلاقيات الشغلانه دي كلها، والملكيه الفكريه بقى بتاعت كل تفاصيل الكتابه والغنى والتلحين؟ مش دي ممكن تبقى بدايه حل ازمات تانية لناس تانية؟ يعني في 30 ثانيه لو حضرتك تقدر تقول لي حاجه حلوه ممكن نطلع بيها من الازمه دي. هو الحاجه الحلوه، يعني في رايي الحاجه الوحيده الحلوه في الموضوع، اننا ممكن نبدا بقى نركز بقى، عرفنا بقى اهميه التراث، عرفنا ان قد ايه ده منجم. ان احنا يعني في دول في العالم كتير حوالينا، و سواء في منطقتنا او بره، بيعملوا يعني قواعد للتراث، بيحاولوا يحافظوا على التراث، بيحاولوا يجمعوه. الفلكلور بتاعهم ده اللي هم تراثهم الشعبي والانساني والمجتمعي، ده حاجه غاليه، يعني حاجه بتحاول انت اولا تحفظها انها ما تنقرضش مثلا، ما تندثرش، ان هي في النهايه هي بتعتمد على التواتر. فانا من جيل لجيل من جيل لجيل، فافرض حصل ان احنا اصلا لحن من دول سقط تاريخيا، فاول حاجه ان احنا نعملها يعني الدرس ان احنا توثيق التراث زي ما حضرتك قلت، توثيقه والنبش وراه، وان احنا نطلعه ونشيل من عليه التراب، على الاقل نصنفه، يعني نعرف الحاجات دي كلها في ايه، يعني نجمعها فين. انا بشكرك. ده حقيقي، انا بشكرك شكرا جزيلا، الناقد الفني امجد جمال. والحقيقه يعني الموضوع شكله مش لذيذ ومش حلو. انا متاكده انه النهارده سيد طه او محمود المنسي اصحاب الغنوه الاولى هيكونوا عندهم يعني ردود منطقيه، اكرم حسني النهارده هيكون عنده ردود منطقيه، هنوصل لحاجه يعني في حل الازمه دي، اعتقد هنوصل لحاجه، الاغنيه هتخرج للنور. لكن الحقيقه اللي احنا مش عارفين نوصل له خالص فكره
الحق الأدبي، يعني إنك تنقل حاجة عن حد، يعني دايما كده علمونا إنه في الذوق والأدب قول كده، لما تقول إنه فلان حكالي مثلا حاجة وعجبتني فأنا ما روحش أنسيبها لنفسي، زميلي في الشغل قال فكرة حلوة جدا فأنا ما روحش أخدها وأعملها فكرتي. وقيس على ده بقى كل التصرفات البديهية اليومية، مقصودة بقى أو مش مقصودة، شايفينها مهمة أو مش مهمة، هي فرصة إن إحنا نفتش في تصرفاتنا اليومية العادية. وبالمناسبة اللي في ناس بتقبله على نفسها في ناس تانية ما بتقبلوش. الحق الأدبي حتى عفوا في سرقة البوست على الفيسبوك والشخص اللي يفضل ياخد كريدت وشكر ويقولوا له أنت إزاي عظيم وإزاي تحليلك حلو على كلام مش هو اللي كاتبه أصلا، حتى الحاجات البسيطة اللي أنت ممكن تقول دي ملهاش قيمة، يعني ده مش عمل فني، دي سرقة. حضرتك حرامي، حرامي فكرة، حضرتك حرامي موضوع، حرامي. أنا مش بتكلم عفوا مش بتكلم أبدا في حكم على الأغنية، بس بتكلم على المنطق نفسه، الفرصة أنك تناقش قضية الحقوق الملكية الفكرية والأدبية لكل الناس.